السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بروق في المطبخ وبغسل الشفاط وبظبط الدنيا، لقيت المطبقيه دي طبعا بصوا شكلها عامل ازاي، الحاجات اللي عليها طبعا كلها طوصت، فشلتها عشان اعمل فيها تجديد. فطبعا عندي جيبه كده قديمه، فقلت اخد الجبير اللي عليها اهو، شايفين؟ هنخلع الجبير اللي على الجيبه القديمه ونركبه كده في المطبقية ونعمل فيها تجديد كأننا اشترينا مطبقية جديدة. شايفين الفكرة؟ لو انا قصيت الجبير ده وحطيته منها برضو هتبقى مبينة طقم التوابل اللي فيها، وفي نفس الوقت برضو بس لازم نظبط الدنيا معانا. يعني هشوف بقى الوش بتاع الجبير اهو، ده الوش. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ نحط كده شمع على القطعة اللي هي في الاول ونعمل المطبقية بشكل جديد ومختلف اهو. طبعا كل مرة بنحط لها شريط ستان مش عارف ايه، لكن دلوقتي احنا هنحط لها الجبير العريض ده اهو. بصوا هيدي شكل طبعا مختلف، هيغير شكل المطبقية بتاعتنا تماما. يبقى من اعادة تدوير الجيبة القديمة جددنا المطبقية. اش جاب لي جاب مش مشكلة، بس هي الفكرة كده. حبيت ان انا اوريكم واشارككم الفكرة. انا اصلا يعني شغالة في ترويق، طبعا الايام دي كلها ترويق في البيوت، فطبعا في عز الترويق ده بتلاقوا كده حاجة بتطلع ابتكار. يعني اهو بصوا، احاول ان انا اعمل المطبقية بتاعتي كده اهي، عملتها قدامكم. شايفين المطبقية، الرف اللي فوقيها اهو، شايفين عامل ازاي؟ وبصوا ده من فكرة بسيطة كده خدتها من جيبة قديمة. هقص بقية الجيبة وارجع لكم. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا ايه بضغط بالمسدس الشمع على الفرنش ده، هحطه شكل وتقوية، يعني منه يبقى شكل. بصوا هيبقى شكله جميل ازاي، والبلابل دي تبقى نازلة منه اللي احنا طبعا عملناه وزبطناه للحصان. شايفين الفكرة حلوة ازاي وسهلة، وكمان تقوي الجبير دوت علشان نثبته على المطبقية بتاعتنا او طقم التوابل بتاعنا اهو. انا شايفة ان هو هيبقى حلو جدا بيها، وهيبقى جزء من التقوية بتاعتنا. تمام كده اهو. بصوا لما لزقته، بصوا شايفين الشكل. وطبعا هنا الجزء التاني اهو من الدور التاني، شايفين اهي، بحاول ان انا اظبط كده اهي. بصوا البلابل دي ادت شكل، وكمان عملت تقسيمه في الفرنش، شكلها حلو. وطبعا لما تتعلق هتبقى لايقه مع لون المطبخ. وهنا بقى زي ما انتم شايفين بحاول اعمل الفرنش الدور التاني اهو. بصوا بثبته طبعا على الجبير بتاعنا، بس لازم نثبت الجبير الاول وبعدين نثبت الايه الفرنش بتاعنا بالمنظر ده اهو. بصوا بحاول اسيبها على راحتها كده اهي اهو، ولازم تكون متثبته كويس اهو. تمام كده. يبقى بصوا الشكل، يعني لو احنا قارنا، بصوا الدور الاول والدور التاني، بصوا الدور التالت. لو انا هعلق المطبقية كانت هتبقى بالمنظر ده. هلفها بقى. بصوا في كمان في الجيبة الشريط اللي هو الفل ده، ممكن احطه هنا كده، وحسيت برضو اني ممكن لو ما حطيتوش يعني مش هيفرق قوي. هنجرب دلوقتي مع بعض ونحطه ونشوف هتفرق ولا مش هتفرق. بصوا لو انا حطيت كده على قد الشكل بتاعنا اهو، اهو حطينا الشمع اهو بثبت. على فكرة ممكن اقفله وممكن اخليه كده اهو. بصوا الشكل بقى هنا، من هنا اكيد طبعا فرق، حسيت ان هو فرق جامد. بصوا هعمل برضو السطر اللي بعده، بس لازم نركز مع الوش والظهر لاني فارق جامد.
اهو بصوا، هثبت الجزئية دي وهمشي مع الايه السلكة بتاعتنا اهي، يعني بصوا في حاجات كده بتطلع وانتي بتروقي بتبقي محتاجة تعمليها، يعني دي مش هتستنى، لان انا برص المطبخ وبحاول ان انا اظبطه، فاكيد لو ما عملتهاش مش هعملها، مش هلاقي فرصة ان انا افكها تاني، ففي حاجات كده بتطلع في النص لازم احنا نعملها. بصوا بقى الفكرة ان انا اعملها مثلا من الناحية التانية، هي مطبقية قديمة بس يعني شكلها بقى كأنك لسه مشترياها جديدة اهو. انا حبيت ان انا برضو اوريكم الفكرة عشان لو انت بتروقي ولقيتي مطبقيتك تقدري تفنشيها وتظبطيها بالشكل ده اهو. بصوا بصوا اتغيرت تماما، وكل ده من الايه، انا لازم اقطع طبعا القطعة التانية من الجبير عشان اعمل الدور اللي فوق. بصوا الجيبة طلعت معايا جبير قد ايه اهو، ادينا بنقص منها مع بعض اهو. خدت بصوا طلعت كمان قطعة تانية تعمل لها حوالي مترين، بصوا اهي الجيبة بتاعتنا اللي قصينا منها اهي، وادي الجبير بتاعنا. بصوا القطعة دي مترين، يعني انا بتحايل على حد ياخدها، مش عايزين. بصوا بقى انا استغلتها قد ايه، بيقولوا لي لا اصل بصوا الجيبة لا قصها موديلها قديم، اصل الاستيك بتاعها فاكك، عملت لها استيك اهي، عملت لها استيك عشان اللي ياخدها ما يقولش ان هي فيها حاجة، وبرضو قالوا لي ان برضو موديلها قديم، فخلاص طيب احنا هنستغلها ونعمل الدور الثالث من المطبقية مع بعض اهو. بصوا هي دي كانت الجزئية بقى، ان الجبير هنا وتحت فوق وتحت، بس هي طبعا مش هتقضي، هي الميزة ان هي هتبقى جايباها من فوق لتحت، هحاول ان انا اعملها واوصلها اهو. بصوا بقى الفكرة جميلة يا دي، كارما قاعدة معايا عمالة تشجعني مستنية نعمل فكرة للأطفال، عايزاني أعمل يعني أوضة أطفال وأعمل حاجات كده ليها تلعب بيها في العيد، فحاول هعملها لها، بس المشكلة إن محدش بيساعدني أنا أهو بحاول إن أنا أنزل بالشمع بتاعنا أهو زي ما أنتوا شايفين كده أهو. طلعوا يلا المطبقيات القديمة اللي عندكم وجددوا فيها بالهدوم القديمة، ما بقولكوش اشتروا حاجة اهو. بصوا شايفين الـ 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 السلك بتاع المطبقية اتغير، بصوا اتغير تماما والله، يمكن انا ببص في الكاميرا كده الكاميرا ظلماه اهو. بصوا من الحاجات القديمة اللي عندك اللي محدش عايز يشحتها اهو، يعني انا لو هروح اشتري الجبير ده ولا 50 جنيه عشان اقدر اركبه في المطبقية كده، والف من يقول لي خسارة الجبير تحطيه في المطبقية اهو. من الجيبة القديمة قدرنا نعمل الفكرة دي. هاخد بقى قطعة عشان اوريكو برضو، حتى لو انتي هتوصلي مش هتفرق اهو، هناخد قطعة على قد المطبقية. بصوا بعد الوصلة يعني احنا لو وصلنا مش هتبان برضو اهو، هحاول ان انا ادمج القطعة على القطعة اهو. اهو محاولتش ان انا افصل الكاميرا عشان اوريكم القطعة اللي ايه اللي احنا وصلناها، مش هتبان خالص، حتى لو القماشة قليلة معاكي تقدري توصليها مش هتفرق. بصوا طبعا اهم من الشغل ضبط الشغل، لان الاحرف دي ممكن تتفك، فانا عايزاها تبقى كويسه. شايفين هاتي بقى يا كارما الجبير، بصوا بقى الجبير بتاعنا لو احنا هنحطه بقى كده، هنيجي من هنا خلاص يبقى خلاص اهو. هبدا بقى ألزقه كده
اهو. بصي وانتي بتروقي كده لو لقيتي اي حاجه وقفي، وقفي الشغل واعمليها، لانك انتي مش هتقدري تفكي ولا تعملي تاني. اهي فرصه ان انتي تعملي الحاجه وهي مفكوكه عشان تقدري ترصيها بقى يعني بنفس راضيه، فاهمني؟ اه بصوا اتغيرت خالص المطبقيه، بقت حاجه تانية مش بتاعتنا. من شويه جبير قدام في جيبه ما كانتش عايزه تتشحت. لو هم شافوها دلوقتي هيقولوا يا ريتنا كنا خدناها وعملنا فيها الابتكار ده. بصوا شكل الفكره جميله، والثلاث ادوار بقوا احلى من بعض. بصوا اوريهم لكم من هنا اهي، انا غسلتها بس برضو بدات تصدي، فقلت خلاص نعملها بالفكره دي. اتمنى الفكره تعجبكم. وعندي بصوا جبير تاني هقدر اركبه في الايه، في الحاجات التانيه اهو. لسه في قطعه نسيتها، بس انا كنت مستعجله عشان اخلص معاكم الفيديو عشان ما عطلكوش، بس حبيت اوريكم الفينش النهائي والقطعه اللي انا كنت ناسياها. لحسن حد يقول لي انت نسيتي اهو. انا بعد ما بخلص كمان الحاجه بلاقي حاجات عايزه تتعمل بروح عاملاه. بصوا وهو شبكنا الفل بتاعنا، فرع الفل بتاعنا اهو. هنا برضو هشبكه عشان يبقى ماسك كويس، نقدر نحطه بقى واحطها في المطبخ واحط عليها بقى طقم التوابل. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.